مرحبا بكم متابعينا من جديد. في هذا الدرس سنتكلم عن برنامج بيكسارت، وبالتحديد كيفية إنشاء صورة مصغرة من خلال هذا البرنامج. كما ترون، هذه الواجهة الرئيسية للبرنامج تحتوي على العديد من الأشرطة مثل جميع الصور أو ملفات الفيديو أو الكولاجات، بالإضافة إلى شريط الكاميرات والرسومات والصور المجانية وكذلك الخلفيات. أول خطوة لإنشاء صورة مصغرة، نختار إحدى هذه الخلفيات لنفترض اللون الأصفر أو أي لون آخر، ونقوم بحفظها من خلال السهم الموجود في أعلى يمين الشاشة. أو اختيار أي لون آخر مثل الأبيض أو الأسود. هذه الصور المجانية بإمكانك اختيار العديد من الصور، لكن لا يتوفر لي الانترنت القوي لسحبها من هذا البرنامج. نذهب لجميع الصور ثم نختار إحدى هذه الخلفيات التي قمنا بحفظها، مثلا نختار الخلفية باللون الأصفر، ثم نقوم باقتصاصها من خلال الأدوات والضغط على هذا المربع قص، ثم التوجه إلى الخيار الأخير خيار يوتيوب، ثم نقوم بالضغط على علامة الصح الموجودة في أعلى يمين الشاشة. ثم نقوم بإضافة الصور من خلال إضافة صورة، ونحدد عدد الصور التي نختارها صورة أو صورتان حسب الفيديو المطلوب. هنا سأقوم باختيار هاتان الصورتان، هذه وهذه، ثم الضغط على زر الإضافة، وهنا نتحكم في حجم الصور وأين نضعها في هذه الخلفية من خلال التحكم في مقاسات الصورتين. كما ترون سأضعها بهذا الشكل، أما هذه الصورة سنتحكم في القياسات. سنضعها بهذا الشكل ثم نضغط علامة أصح. هنا نضيف النص، سنضيف النص بثلاث طرق وسأقول لك أيهما أفضل طريقة لجلب انتباه المشاهد. نضغط على خيار النص، نكتب مثلا النص الذي نحتاجه. هذه الصورة أنا قمت بإنشائها لأشياء غريبة، سأكتب 9 أشياء غريبة. ثم نضغط علامة الصح. هنا نتحكم في مقاسات هذا النص والمكان الذي نختاره، بالإضافة إلى الكثير من الخيارات مثل الخط. هنا نقوم باختيار الخط المطلوب أو المناسب الذي ترغب في اختياره، كذلك اللون الأبيض أو الأسود أو الأزرق أو أي لون آخر أنت تقوم باختياره، لكن بشرط أن يتناسب مع لون الصورة وكذلك أن يكون جاذبا للانتباه. أما السطر فهو يحدد إطار اللون، مثلا الأبيض أو الأحمر أو أي لون أنت تقوم
اختياري وإضافة الكمية من خلال هذا المؤشر بالإضافة إلى الشفافية. أو المزيج بإمكانك إبقائه عادي أو الشاشة أو ضعف أو أي خيار أنت تختاره من خلالي أو أي خيار تختاره من هذه الخيارات. الظل يعطي ظلا للنص المراد وضعه في الصورة، كذلك الإعوجاج فأنت تقوم بكتابة بخط مستقيم أو بشكل مائل كما ترون أمامكم. بعدها نضغط على علامة الصح، ويمكن إضافة النص بطريقة أخرى من خلال وضع غلاف للنص. نضغط على سهم الرجوع ثم نضغط على إضافة صورة، نختار إحدى هذه الألوان ولنفرض اللون الأصفر ونعطي كلمة إضافة. نقوم بالتوجه للخيارين الأخيرين وهي شكل القصف، فإما يكون بشكل مربع أو دائرة أو مثلث من خلال هذه الخيارات والضغط على السهم، أو بالأفضل التوجه إلى الخيار الأخير بشكل قص حر والتوجه إلى هذه الدائرة، ونحن نقوم بأيدينا بتحديد شكل القصف والشكل الذي نختاره مثل هذا الخيار. عند الاكتمال نضغط على السهم، وإن لم يعجبك هذا الخيار أو لم تقم باقتصاصه بشكل صحيح فبإمكاننا الضغط على مسح والبدء من جديد. لنفرض نختاره بهذا الشكل ثم نضغط على السهم، نعطيه حفظ ونقوم بتحديد مكان وضع هذا الملصق أسفل أو أعلى أو بأي مكان في الصورة. أنا سأقوم باختياري في أسفل الصورة، ثم نقوم بإضافة ونحدد القياسات المطلوبة له، ثم نقوم بإضافة نص لنفرض تسعة أشياء غريبة. وكذلك كما قمنا بتحديد شكل الخط واللون نقوم بضبط هذه الإعدادات لهذا النص. لنفترض قمنا باختيار اللون الأحمر والسطر باللون الأبيض، أما الشفافية يمكن التحكم فيها ونبقيها كما هي ليكون جاذبا للانتباه أكثر، ثم نضغط على علامة الصح. هذه أفضل طريقة لإضافة النص، كذلك يمكن إضافة النص من خلال إضافة وسيلة للشرح. نبحث عن خيار وسيلة للشرح ونقوم بإضافة النص من خلالها.
لنفرض كذلك 9 أشياء غريبة. لكن ما يعاب عليه إن صورة الغلاف أو الخلفية النص تكون أكبر من حجم الخط بكثير، وأنا لا أفضل شخصيا هذه الطريقة. كما قلت لكم، الطريقة الثانية هي تكون أفضل خيار لكم. كذلك هنا نقوم بتحديد لون الخلفية أو حجم الخط والكثير من الأشياء كما فعلنا في السابق، ثم نضغط على علامة الصح بعد تحديد خيار. نضغط رجوع. أما الخطوة القبل الأخيرة هي إضافة الأسهم أو المربعات أو الدوائر التي تكون جاذبة للانتباه وبصورة أكبر مع هذه النصوص. نضغط على علامة الرسم، ثم نضغط باللون الأحمر أو أي لون أنت تختاره، ثم نضغط على خيار الدائرة والمربع. هنا نقوم بتحديد ما إذا كان تعبئة أو سطر، نقوم باختيار السطر، وكذلك نقوم بالضغط على الخيار مثلا السهم. وحجم السهم الذي نختاره كبير أو صغير، ثم نضغط على موافق. نقوم بتحديد السهم بإصبع اليد على المكان الذي نريد الإشارة إليه في الصورة المصغرة. ثم نضغط علامة الصح. أما آخر خطوة نقوم بها قبل حفظ هذه الصورة فهي إضافة تأثيرات ملائمة للصورة. أنا سأقوم بإضافة إحدى هذه التأثيرات، مثلا هذا التأثير الذي أعطى جمالية ووضوح أكثر للصورة. بعد وضع هذا التأثير نضغط علامة الصح، ثم نتوجه لحفظ الصورة في الاستوديو من خلال السهم الموجود في أعلى يمين الصورة. ثم نختار كلمة حفظ، كذلك حفظ، تم حفظ الصورة في المعرض. شكرا للمتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم أحبتي.